المذهب الآن في كمبوديا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم؟ نعم. مذهب الإمام الشافعي. لكن يوجد بعض الفرق هنا الضالة، صحيح؟ أي. الله المستعان. طيب أنتم تستطيعوا الآن في باب الدعوة إلى الله أن تخاطبوا هؤلاء بما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، صحيح؟ نعم. أي نعم، تعلموهم وترشدوهم، تقول هذا ليس خاصة الآن في المعتقد في العقيدة يا رجل، لكن شديد مرة في المعتقد. يا أخي أنت عليك البلاغ، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. بلغنا، بلغ إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت تبلغ هذا الدين. نعم بإذن الله. الله يوفقنا وياك.